الإسلام غيرني كتير، له فضل عليا كبير، خلاني أشوف النور، حسسني بطعم الخير، خلاني ما أحبش عادي وأحب الناس وبلادي، وإن قلت الكلمة أوفي وأكون حاضر في معادي، وأصالح بين أصحابي، وإن كنت حزينة ببسم للي خبط على بابي، خلاني شياكة أناقة في حديثي أدب ولباقة، بين الإسلام وحياتنا في أسمى وأغلى علاقة، خلاني أقرا وأتعلم وبصوت الحق أتكلم، يا ربي صلي وسلم على نبينا المعلم. ولكن على الجانب الآخر وجدنا الاستهزاء والسخرية والتعليقات السخيفة من قبل ثلاث مرشحين للمناظرة، الدكتور منقذ الصقار، أبو عمر الباحث، وأحمد سليمان. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ويتم الاتصال ويدخل أحمد سليمان لأول مرة على الأسد المغوار أبونا زكريا بطرس. طب كويس، حضرتك اسمح لي جانب القمص أخبرك ببعض الأشياء المهمة. أنا اللي هو أحمد سليمان، أنا بعرض على حضرتك المناظرة، وقد ذكر حضرتك ذكرت أو ذكر اسمي في الحلقة السابقة، وأنا جيب بنفسي أهوت. يا أجبن من عرفت، كنت أحسب إنه رشيد أجبن واحد، طلع والله في أجبن منه، دول رضعانين الجبن رضاعة. أي والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج كشف الشبهات للرد على الأباطية الثار حول الإسلام العظيم وكشف المنصرين. إن شاء الله النهاردة هنستكمل حلقة بخصوص زكريا بطرس وتلامذته الفشلة ومحاولة ترقيع هروبه على الملأ كما هو واضح وعيان بيان أمام جميع الناس. في شخص ظهر على اليوتيوب وبيحاول يرد على بعض الإخوة، ويعني هو على الله حكايته، يعني هو انسان بسيط جدا وعامي جدا، بس المشكله ان هو مفكر نفسه ان هو اثناسيوس في نفسه. يعني هذا الشخص بدا انه يسخر من الدكتور منقذ السكار، وبيقول ان الدكتور منقذ السكار يعني مش فاضي لموضوع المناظره، وكان بيتسوق تقريبا او بيشتري طلبات البيت، يعني قله ادب يعني بطريقه الكلام. والسؤال اللي بيطرح نفسه هنا هو فين الدكتور منقذ السكار من كل هذا؟ أين هو؟ وهل يعلم بهذه المكالمة؟ بالطبع لا. أمال كان فين الدكتور منقذ السكار؟ واضح أنه كان مشغول بطلبات البيت وقيادة السيارة. هو عامة هو لم يخطئ كثيرا، يعني بص انا احب اوجه له رسالة واقول له الدكتور منقذ لما يحب يناظر علمائكم ممكن يناظرهم هو في المول، يعني هو في الهايبر كده بيلف ويتسوق، ممكن يناظركم عادي، وخدها مني تحدي، روح وبلغ الكم زكريا بطرس وانا مسؤول عن ما اقول. لو كان شرطه شرط زكريا بطرس لمناظرة الدكتور منقذ السكار مواجهة لوجه ان يكون هو بيتسوق ساعة المناظرة، انا ابشرك الدكتور منقذ هيوافق. يلا روح افرح وروح بلغه، قول له لو ده شرط من شروطك هو ما عندوش مشكله. يا ابني انا عايز افهمك حاجه، ان مناظرتكم لا تحتاج الى حاجات كبيره، يعني احنا ممكن وانا في السوبر ماركت واحنا نناظركم واحنا في السوبر ماركت، يعني مش محتاجين كتير. المشكله مش انا جاي اتكلم في الموضوع ده، لان انا يعني نويت ان انا اديله درس محترم النهارده. بدا انه يخش ويتريق على الاخوه ويرقع بعض الكلام، ومهم بدأ جاب لي مداخلة ليا مع زكريا بطرس وقال عني ان انا كنت متوتر وانا بدخل على زكريا بطرس. ركزوا على كلمة وانا ايه، وانا داخل على زكريا بطرس كنت انا متوتر. حقيقي هو مش برضو لم يخطئ كثيرا، طبعا انا لما بدخل على راجل كبير يعني فوق 80 سنة اكيد المتوتر احسن يموت في ايدي ولا حاجة، يعني فما فيهاش دي حاجة تحمد ليا، يعني لأن أنا خايف عليه يعني أحسن من الخضة ولا حاجة.
ولكن لو انت بتتكلم ان انا كنت متوتر من وجهة نظرك، لا، لو انت عايز تشوف التوتر حقيقي شوف بقى لما دخل عليه ابو عمر الباحث قاعد ايه، بدل ما كان بيربح قصدي بيرحب بيه زي ما سمعته كده. انا ابو عمر الباحث صاحب قناه مكافحه الشبهات، وانا دلوقتي قم زكريا قبلت التحدي وجيت اهو لغايه القناه وبعد المناظره على حضرتك. هل حضرتك جاهز للمناظره فعلا؟ شكرا جزيلا عزيزي ابو عمر، يا مرحب بيك، واحنا بنربح واحنا بنربح واحنا بنربح واحنا بنربح واحنا بنربح، بنرحب بكل انسان في كل مداخلته. شفت بقى التوتر؟ هنا بقى التوتر، اسمع بقيه الكلام وشوف هو عمال ياخد نفسه، كل ما يتكلم كلمتين ياخد نفسه، هنا بقى التوتر بجد. عامه كل ده كلام فاضي ومش انا جاي النهارده اتكلم في الكلام ده. هذا الشخص المسكين بدأ يتكلم عن الأخت الفاضلة نهى السيد. الأخت نهى السيد لمن لا يعرفها هي أخت كانت مسيحية وأشهرت إسلامها وعملت قناة على اليوتيوب بتقول للناس أنا ليه تركت المسيحية ولماذا دخلت الإسلام، وبدأت تعمل قناة مفيدة ونافعة لها، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منها. فأثناسيوس في نفسه دوت قال لك لا، دي عندها أخطاء كارثية يا راجل، طب ما اتفرجنا ايه الاخطاء دي. فانا قلت عادي يعني كلنا ممكن عارضين للخطا، يعني مش المشكله ان الانسان يخطئ، كلنا بنخطئ، ولكن المشكله اللي انت بتصلح وانت اللي على الخطا يعني، وهو مفكر نفسه اللي هو اساس في نفسه. فالمهم هو طلع الاخت نهى مش عارف كم خطا، المهم انا ما سمعتش الحلقه كلها تقريبا يعني ثلاث اخطاء او اربعه مش متذكر. فانا بحس وقعدت اتامل في كلامي لقيت ان هذا الرجل لا يفقه شيء حتى في ديني في المسيحيه. تعالي يا اخت نهى السيد، ايه اللي انت قلتيه خطا عشان نشوفه؟ هنسمع كل فيديوهاتنا او كل اللي هقطعه من فيديو هو، ما رجعتش حتى الحلقه الاخت نهى ولا حاجه، ونسمع واين الاخطاء التي وقعت فيها المسيحيه المسلمه الجديده واين التصليح، ونشوف من الذي مخطئ، الاخت نهى السيد ولا هذا الشخص. مع نسمع الخطأ الأول حسب فقط زعمي. تعالوا نسمع ونشاهد هذه الأخطاء القاتلة اللي اتقالت في إحدى الحلقات. نهى السيد في إحدى الحلقات كانت بتتكلم عن تجسد المسيح أقنوم الإبن، اسمع معايا قالت إيه. الأقنوم الثاني اللي هو أقنوم الإبن يقصد بيه طبعا عندهم كلمة الله المتجسدة وهو المسيح، ويزعمون أن الإبن مساوي للآب في الوجود. الأقنوم الثاني اللي هو أقنوم الإبن يقصد بيه طبعا عندهم كلمة الله المتجسدة، كلمة الله المتجسدة، كلمة الله المتجسدة، تجسدة تجسدة وهو المسيح، ويزعمون أن الإبن مساوي للآب في الوجود. كما سمعتم قالت عن المسيح الكلمة المتجسدة، وصفت الكلمة بالمؤنث الكلمة المتجسدة، يعني المسيح في نظرها هو كلمة الله المتجسدة، حطت من عندها تاء التأنيث، ولكن هذه مغالطة فعلا. قال لك ان الكلمة المتجسدة ده خطأ. ليه يا عم؟ قال لك لان الكلمة هو المسيح، فازاي نحط لها تاء مربوطة وانسها؟ ده خطأ لاهوتي، وده ان دل يدل على ان الاخت نهى يعني جهلة ولا تعلم شيء وكلام من ده. طب كويس، تعال اجيب لك شوية مراجع وقعوا في نفس هذا الخطأ من كتب علمائك، وعايزك تطلع انت بقى كن رجلا واطلع قول ان هؤلاء علماء جهال، قول نفس الاوصاف اللي قلتها لاخت نهى، ماشي؟ يعني نفس الاوصاف اللي انت طلبتها لاخت نهى قول عليه. تعال نفتح مع بعض اول مرجع، تفسير العهد القديم تدرس يعقوب ملطي، طبعا مفسر مشهور في تفسير سفر المزامير، قال نحن ايضا نقبل الكلمه ايه دي المتجسده، ايه دي اخرها ايه مربوطه ولا متهيألي؟ الله، خد بالك يا استاذ مخلص، حط لها ت مربوطه هي الكلمه. شكل تدرس يعقوب مرتي برضو نفس نوعيه الاخت نهى، جاهل برضو ما يعرفش ان الكلمه مذكره وما ينفعش نحط لها تاء مربوطه. المسيح الكلمه المتجسده، وصفت الكلمه بالمؤنث الكلمه المتجسده، يعني المسيح في نظرها هو كلمه الله المتجسده، حطت من عندها تاء التانيث، ولكن هذه مغالطه. شفت الجهل يا اخي،
حتى الجهل متفشي في تفسيرك. تعال نشوف التفسير الآخر من نفس المفسر، بس يمكن دي غلطة مثلا ولا حاجة. في سفر زكريا قال لك ايه برضو التفسير العهد القديم تدرس يعقوب مرط، يقول ولعل هؤلاء الذين أرسلهم الرب للجولان في الأرض هم الرجال العهد القديم الذين هيئوا الأرض لاستقبال الكلمة المتجسدة. الله دي أخيرة دي مربوطة برضو. ده شكل الموضوع بقى متفشي عن لا احنا نغير الراجل ده اصلا، نشوف حد تاني من علمائهم. نفتح كتاب ثالث، كتاب الكنز الجليل في تفسير الانجيل، في تفسير الرسالة الى رومية الاصحاح الاول، قال لك ايه والمراد بالابن اللي هو المسيح يعني هنا الكلمة المتجسدة في الطبيعتين الالهية والانسانية. الله الحق يا استاذ مخلص، برضو التفسير التاني ده قال الكلمة المتجسدة بالته المربوطة. شفت حجم الجهل المنتشر في كتب وفي علمائك. تعال نفتح مرجع كمان، نبعد عن التفاسير شوية ونفتح المعجم اللاهوتي تحت كلمة خبز الكلمة. يقول أولا على أنه الكلمة التي يجب الإيمان بها، ولا أن هذه الله ده بقول إيه؟ هذه بتاعت الأنثى، هذه الكلمة المتجسدة. الحق يا أستاذ مخلص، بيقول لك هذه، بيقول على الكلمة هذه كلمة مؤنثة. شوفت الجهل. تعال نفتح كمان مرجع خامس، قاموس الكتاب المقدس تحت كلمة إعلان. بيقول لك أما الإعلان الكامل الصريح لله عن ذاته فكان في كلمتي، وخاصة الكلمة المتجسدة، وخاصة الكلمة المتجسدة. خمس مراجع يا استاذ، وعلى فكره عندي الازيد والله اقسم بالله عندي اكتر لو انت حبيت، بس عشان مش هديك درس. اذا انا لو انت بتعتبر ان ده جهل في الاخت نوى السيد، انا هقبل منك انك تقول ان هذا جهل ايضا من هؤلاء علماء. واذا اعتبرتها خطا، انا على فكره لا اصحح المعلومه ولا اخطئها يعني حسب معتقدك، واذا اعتبرتها خطا عادي، لماذا لم تقل ان هو خطا عادي عند الاخت نوى السيد؟ فلا بد ان انا منتظر منك تطلع انك انت تقول هؤلاء العلماء اخطأوا وهذا خطأ في كلامهم. خد بالك عشان هخليك تخطأ علماء كتير دلوقتي. ادي النقطة الاولى اختصار الكلام، الاخت نوى السيد قالت الكلمة المتجسدة، ده زعل وخد في نفسه اثناسيوس هذا العصر هذا الاستاذ مخلص، قال لك لا الكلمة المتجسدة، وعامل لك بقى الصورة واين الخطأ واكتشفت الخطأ والكلام الفاضي بتاعه ده، وكأنه جاب الديب من ديب. طب هي موجودة ان كتب علماء، خد بالك احنا حافظين كتبكم يا ابني، احنا قايمين شاربين واكلين في كتبكم وحافظنا، ويعني مش عايز اقول لك. ماشي تعال بقى نجيب لك ايه الخطا الثاني او ما ادعيته انه خطا ثاني عند الاخت نوى السيد. تعال نسمع هذا الجهبوز ونرجع يعني منها. تعالوا اديكم خطا قاتل جلته نوى السيد. لقد قالت عن اريوس الهرطوقي انه اريوس السكندري، لكنه في الاصل هو اريوس الليب الجنسيه وليس السكندري. اولا مجمع نيقيا، انعقد مجمع نيقيا عام 325 ميلادية بامر من الامبراطور الوثني قسطنطين، وكان في ثلاث اراء في المجمع ده. الراي الاول موحدون من قرون الألوهية المسيح، اذا زعمهم اريوس الاسكندراني وسابيوس ومعهم تقريبا 1000 اسقف. وكان في ثلاث اراء في المجمع ده. الراي الاول موحدون من قرون الألوهية المسيح، اذا زعمهم اريوس الاسكندراني وسابيوس ومعهم تقريبا 1000 اسقف. ومن هو اريوس؟ كما سمعتم الراجل زعلان، قال لك اريوس السكندري، ها ده اريوس ده اصلا من مواليد ليبيا، ازاي تقول اريوس السكندري؟ صدق انا اتاثرت فعلا، ازاي يا اخت نهى السيد تقولي اريوس السكندري؟ هذا جهل، ما ينفعش تقولي اريوس السكندري. بس يا ترى مين قال اريوس السكندري قبل كده؟ نفتح مع بعض كتاب روايه عزازيل، هل هي جهل بالتاريخ ام تزوير للتاريخ للقمص؟ عبد المسيح بسيطه والخير استاذ الدفاع اللاهوتي، صفحه 131، يقول فقد قتل الاسكندرانيون قبل 50 سنه اسقف مدينتهم،
لأنه كان يوافق بعض آراء أريوس السكندري. الله 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 الله، إيه ده؟ ده كلام مين ده؟ كلام نوع السيد ده؟ لا، ده كلام القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير أستاذ الدفاع اللاهوتي بيقول على أريوس السكندري. تعالوا أديكم خطأ قاتل جلتوا نهى السيد. لقد قالت عن أريوس الهرطوقي إنه أريوس السكندري، لكنه في الأصل هو أريوس الليبي الجنسية وليس السكندري. الله، هو ايه المشكلة؟ هل هو خطأ وعبد المسيح بسيط برضو مش فاهم حاجة زي نهى السيد وجهبوز عصره الأستاذ مخلص هو اللي فاهم؟ لا لا، هو المشكلة ان الأستاذ مخلص يعني زي ما قلت في بداية الحلقة على الله حكايته، هو راجل حتى ضعيف جدا 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 في المسيحية، والمشكلة ان هو لا يعلم ذلك، هو مفكر نفسه ان هو يعني جهبز عصره وان هو أثناسيوس هذا العصر، هو واخد فكره في نفسه كده. لا، انا افهمك الخطا جاي من هنا يا استاذ. مين قال لك ان القديسين لما يطلق عليه السكندري يبقى لازم يكون مولود في اسكندريه؟ مين قال الكلام ده؟ ما انت عندك اكليموندوس السكندري مختلف عين، هو اتولد في اسكندريه ولا في اثينا؟ وفي ناس قالوا ان هو في اثينا، ممكن هو ده الراي الراجح، ومع ذلك سمي رغم هو مولود في اثينا على بعض الاقوال سمي اكليموندوس السكندري. اذا فكرة انه يطلق عليه السكندري لانه يتبع المدرسة الاسكندرية، كان من ضمن تلاميذ المدرسة الاسكندرية، واريوس كان من ضمن برضه بيتعلم في المدرسة الاسكندرية او كان من ضمن في الاسكندرية، لذلك سمي اريوس السكندري والذي اطلق عليه قمص عبد المسيح بسيط ابو الخير. هل قمص عبد المسيح بسيط ابو الخير جاهل يا استاذ مخلص؟ انا بقول لكم الحق الحق اقول لكم، انا حاسس قلبي بيقول لي ان هو هيسمع الحلقة دي ومش هيرد، او والله مش عارف ليه، بس ربما يرجع ويخليني كده متوتر ولا حاجة. طيب تعالوا نسمع الخطأ الثالث التي وقعت فيه الأخت نهى السيد والجهبوز هيصلح لها. بيتكلم عن شخص. طيب تعالوا نسمع منها الخطأ الثاني القاتل اللي جالته في نفس الحلقة، كانت بتتكلم عن قانون الإيمان المسيحي، ودي الصيغة اللي أقرها مجمع القسطنطينية عام 381 ميلادية، واسمها قانون الإيمان المسيحي اللي بيقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب. ودي الصيغة اللي أقرها مجمع القسطنطينية عام 381 ميلادية، مجمع القسطنطينية عام 381 ميلادية، مجمع القسطنطينية عام 381 ميلادية، مجمع القسطنطينية عام 381 ميلادية. وقالت إن القانون ده اتكتب سنة 381، افتكروا التاريخ ده كويس، في مجمع اسمه القسطنطينية، وطبعا دي مغالطة أخرى، لأن قانون الإيمان أصيغ أو اتكتب سنة 325 ميلادية أيام الأنبا أثناسيوس الرسولي، وسمي بمجمع نيقيا، وما كانش سنة 381، وما كانش اسمه مجمع القسطنطينية كما زعمت نهى السيد بجهل منها. كما سمعتم قال لك إن ما ينفعش الخطأ قانون الإيمان ومجمع قسطنطينية 381، قال لك قانون الإيمان أصلا في 325 في مجمع نيقيا ملوش علاقة. يعني طبعا أول حاجة أنا عايز أقول لك شيء، أنا يعني برشح إن حضرتك تروح أول حاجة تعالج مشكلة ودنك، لأن كده بتسمع غلط. الأخت ما قالتش إن قانون الإيمان كتب في مجمع نيقيا، هي قالت قرره مجمع القسطنطينية، هي ما قالتش إن كتب في مجمع القسطنطينية، هي قالت قرره مجمع القسطنطينية. اسمع كده كلامك كويس. ودي الصيغة اللي أقرها مجمع القسطنطينية عام 381 ميلادية، لأقرها. وإذا المعلومة التي قالتها الأخت معلومة صحيحة على فكرة. عارف هتنازل معاك يا سيدي، عارف لو قالت كتب في مجمع قسطنطينية 381 برضو مش مخطئة، يعني شوف أنا رغم ما قالتش كده، بس لو حتى قالت مش مخطئة، وعلى فكرة علماء كانوا بيقولوا الكلام ده، لان باختصار انا لا اعرف انت عارف المعلومه دي ولا لا، لان انا يعني تقديري للامور انت راجل انت على الله حكايتك، ان قانون الايمان كتب بعضه في مجمع نيقيا وجمع عند الروح القدس وكتبه في مجمع القسطنطينية 381، كتبوا الباقي، فيعتبر قانون الايمان كتب في المجمعين يعني تكمله، واللي على فكره تكمله اخرى بس يعني خلينا في الحد هنا يعني. لذلك بعض العلماء المسيحيه كانوا
يعني بأريحية جدا بيقولوا ان قانون الإيمان كتب في مجمع قسطنطينية 381 زي ما قالت الأخت نهى مش فاهم. تعال نجيب مرجع مثلا في كتاب الله ذاته ونوع وحدانيته العوض سمعان الله في المسيحية صفحة 49 يقول: فضلا عن هذه الشهادة الفردية فقد عقد بمدينة نقية بأسيا الصغرى 325 ميلادية مجمع بأمر الأمير الإمبراطور قسطنطين الأكبر حضره 318 قسيسا أو اسقفا من جميع أنحاء العالم وآخر بالقسطنطينية 381 وقد وضع المجمعان قانون الإيمان المسيحي. وضع حط تحتيه 20 خط المجمعان. فلما نقول والله مجمع وضع القانون في مجمع قسطنطينية مش خطأ، ولو قلنا ان هو في قانون نقية مش خطأ، بس انت بس مخك شوية ايه حاول عدله. طب ما نجيب مرجع تاني كتاب اللاهوت المسيحي والانسان المعاصر جزء 3 للأب سليم باستورس صفحة 12 يقول تحت عنوان قانون الإيمان. اسمع الكلام ده بقى عشان ده كلام في الجون، عشان تعرف احنا حافظين كتبكم وانتم مش فاهمينها. قال لك وضع هذا القانون في المجمع المسكوني الثاني المنعقد في القسطنطينية سنة 381. نفس الجملة اللي اختنا السيد وانت خطأتها، اطلع بقى خطأ علمائك بقى يا جهبوز. وهو يعيد في قسمه الأول حتى عبارة الروح القدس قانون الإيمان الذي أعلنه هو المجمع المسكون الأول المنعقد في نقية، زي ما قال يعني جزء كتب في نقية وجزء كتب فيه. لذلك العلماء كانوا لا يلو حرجا إنهم يقولوا أن هذا القانون وضع في مجمع القسطنطينية مثلما قالت الأخت نهى السيد. تعال نجيب لك مرجع ثالث، نفس المرجع يعني بس صفحة تانية صفحة 89 يقول أعلن آباء الكنيسة قانون الإيمان في القرن الرابع في مجمعي، ها أعلان الآباء مجمعي نقية 325 والقسطنطينية سنة 381. إذا العلماء كانوا بيقولوا أنه وضع في مجمع قسطنطينية عادي بأريحية جدا ما فيش أي مشكلة، وكانوا لا يروا حرج في ذلك مثل ما قالت الأخت نهى السيد. عرفت أنت على الله حكايتك؟ عرفت أن أنت مالكش فيها؟ أنت إيه اللي دخلك مع الدكتور منقذ السقار؟ انت مالك انت من الناس دي؟ هات فشار واقعد على جنب واقعد ايه اتفرج. انت ايه اللي دخلك في الحوار ده؟ ده عالم تانية، عالم كبيرة مالكش دعوة. الدكتور منقذ بقى يعني نظره بيجيب طلبات البيت، مالكش دعوة. انت مالك انت؟ طب ما هو يعني انت عايز تعمل له ايه؟ طبعا انا ممكن اجيب لب واقعد اتصل بزكريا بطرس وانا بجيب لب عادي، وبمناسبة انا كنت متوتر، كنت متوتر احسن يروح في ايدي ولا حاجة. انت عارف بص، كن مهذبا ومؤدبا تجد أدبا، إذا خالفت الأمر وحاولت تطول لسانك عندنا لسان أطول منك شخصيا. فخليك مستقيم، أعلمك المسيحية والإسلام وإنت ساكت، وإن شاء الله يعني إن كان لنا عمر ممكن أبقى أديك درس تاني ولا حاجة ده لو افتكرتك تمام. وأنا عندي إحساس إن هو مش هيرد على هذا الكلام، عندي إحساس. في نهاية الحلقة أشكر إخوة على حسن الاستماع، وأطلب منهم فضلا رئيس أمر الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ومن أدرى العلم على البات اليوم في الرابط أسفل الفيديو. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.